السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم بعض الحاجات اللي حضرت عيد ميلاد بنتي. كان عندي البارح ونشارك معكم ان شاء الله بعض الحاجات في هذا الفيديو. وفيديو اللي ماجي ان شاء الله غنشارك معكم الطرطه اللي عدت لها، لحسن ما بغيتش نطول عليكم الفيديو يجي طويل بزاف، قلت نعمل جوج فيديوز وصافي. هذه الطابله اللي عملت لها، وبعض الاشياء، بعض يعني بعض الافكار اللي سهلين كيوجدوا دغيا، وقلت نشاركهم معكم وصافي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في احسن الاحوال، وان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي هشارك معكم اليوم. هذه هي الطرطه اللي عدت، ان شاء الله نشارك معكم في فيديو اللي ماجي ان شاء الله. اول حاجه نعملو كوكيز. عندي هنا 400 غرام ديال الطحين، 135 غرام ديال السكر بني، و135 غرام ديال السكر عادي ابيض، جوج البيضات. عندي هنايا الزبده 135، 190 غرام ديال الزبده، وخميره ديال الحلوى، وعندي شويه الملح، وعندي الشوكولاته. هنايا عندي الشوكولاته 300 غرام، عملت الشوكولاته ابيض والشوكولاته اسود والشوكولاته ديال الحليب. اول حاجه غادي نعملو الزبده مع السكر ديالنا. كما قلت لكم الزبده 190 غرام وسكر 135 غرام سكر ابيض، و135 سكر بني. اذا ما كانش سكر بني كاين، تقدر تستعمل يعني مقدار كامل السكر الابيض. الزبده خاصها تكون بارده من النبيره، ما خاصهاش تكون يعني ما تخليهاش، خاصها تخليها يعني تكون بارده الزبده، ما خاصهاش تكون في المطبخ قبل. مي خلطنا دابا ديك الزبده ديالنا مع السكر، غادي نضيفو ديك الشوكولاط اللي عندنا كامل، وغادي نخلطوها. كما كتشوفوا ما استعملت لا ماكينه لا والو، هي بهذا مغرفة اللوح اللي عندي. غادي نجمعوا الخليط مع بعضيته، صافي. هنايا كما قلت لكم 415 غرام ديال الطحين الدقيق، غادي نزيدوها كامله، غادي نزيدو شويه 110 غرام ديال الخميره الحلويات. واحد الرشه ديال الملح. غادي نخلطو ديك الطحين، هادي يبقى هادي يرجع بحال لي بحال لي مفتت هيدا كيكون، يعني مي غنضيفو هاد الطحين كيما كتشوفو هيدا بحال لي هاديك. ومن بعد ما غنضيفو البيضات عادك هادي هاديك البيضات كنضيفو هما الخرج والبيضات، ساعتك هادي تعوضنا العجين وهي تجمعنا. صافي كما كتشوفو هنايا انا عندي هاد البول هذا اللي غادي ندخلو للثلج. غادي نعملو كويرات على حسب المقدار اللي بغيتي. انا عملت هاد الحجم هذا، اذا بغيتي يعملو كبارين يعملو كبارين، بغيتو صغارين صغارين. وغادي نعملو في مجمد حتى نبغي نستعملو. انا عملتهم هاد الكوكيز هادو طيبتو عدلتهم الاثنين وعملتهم مجمد، تقدر تخليهم في مجمد حتى شهر، شد عليهم مزيان كما كتشوفو ودخلو مجمد. ملي تبغي تحتاجهم كتجبد الكميه اللي بغيتي وكطيبهم وصافي. 170 درجه حتى كيتحمروا مزيان من القاع ديالهم ومن فوقي وصافي، كيجيو زالين بزاف. نتوما تشوفوهم ان شاء الله معايا في الاخير. دابا هنايا يعني نعدل هاد الكلاص هذا. عندي هنايا 600 غرام د فريسه فراوله اللي كتكون متلجه، كتبع عندك متلجه. غادي نطحن شتيتو هنايا. هذه قياس هذا دختي هاجر عدلاتها فيديو، انا غنخلي لكم الرابط الفيديو ديالها ان شاء الله اذا بغيتو. هي عدلاته على حسب الطرطه، كانوا ماجي عند الضياف وعدلاته على حسب الطرطه. غادي نخلي لكم ان شاء الله فيديو اذا بغيتو تشوفوا كيفاش عدلاته هي، يعني الديكور ديال الطرطه. انا عدلته على حسب العواول، عملت لهم عادي يعني في هذيك ايس كريم بحال ايس كريم. قلت لكم 600 غرام د فراوله، كنضيفوا معها جوج بنانات و رطومات ديك الحليب المركز محلى، وكنطحنوهم مزيان. شويه ديال الليمون نسيتو حتى هو، وكنطحنوهم مزيان حتى كيطحنو مزيان وصافي. هو كلاص عندك موجود في بضع دقائق. كنعملوهم هاي كما كتشوفوا كيفاش كيجي غزال غزال بزاف واسهل ما يكون. انا عملتو في هاد البول، هادي كانت عندي هي ايس كريم مانجو، ومهم عملتو فيه وصافي ودخلتو للنبيره حتى هو جا غزال بزاف والله الا جا غزال. جربوه وما تندموش على هاد ايس كريم. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط الفيديو ديال اختي هاجر، دخلوا شوفوه حتى هو دابا باقي ما شفتوش. جا غزال حتى هو، اذا بغيتو تعدلوه في الطريقه اللي عملتها هي يعني بحال جات بحال كيك
كما كتشوف هنايا، انا هنعملو هنايا في هاد يعني بعض البنات اللي جاو مع اللي جاو عند بنتي، بعض منهم بغاوه في ديك بيسكويت ايس كريم، وبنتي بغاتو في ديك كاب. كما كتشوفوا كيفاش كيجي، بحال بحال اللي كيتباع في الزنقه، ولكن طبعا المذاق احسن. هنا عملت واحد الصوص ديال ستروبريز وصافي، د فريزر كما كتشوفوا جا غزال بزاف المذاق ديالو، وساهل مره ساهل مره كما كتشوفوا. ايضا دابا غادي نعدل واحد يعني شنو نقولوا لا الصوص، غادي نعمر بيها واحد هذيك. عندي تما جبن ابيض، وهنايا عندي فلفل احمر اللي كيكون يعني غير تعدلو بيدك، انا شريته يعني موجود في الحقيقه. تتحمروا في طيبوا في الفران، كي طيب الفران انا شريته هيدا في الحقيقه معدل. هادي نعملوه في ديك الماكينه اللي كطحن. هنايا عندي الثوم، هادي سبق لي شاركت معكم الطريقه، كتلويه في بابي الومنيوم، كتعملو شويه زيت الزيتون وملح، وكتلويه في ديك بابي الومنيوم، وكتعملو في الفران حتى كيطيب. كما كتشوفوا كيرجع بحال الزبده، كيرجع كيعمل كيعطي واحد المذاق بزاف مزيون، ماكله بزاف الحاجات. زولت منهم انا جوج ديال الفصوص تما وخلطتهم حتى هما. هادي نعمل هنايا زيت الزيتون، صافي. غادي نطحنوا هاد الفلفل الاحمر مع ديك الثوم الوالا، تاهي تطحن ديك الفلفل الاحمر. كيما قلت لكم الفلفل هذا كيكون مشوي يعني في فران، كتعملوه في فران، كل واحد كتعرف كيفاش تعمل له. ماشي دابا غنضيفو ديك الجبن الابيض، اي نوع كيقولو هنايا فيتا تشيز، شويه ديال الفلفل الاسود، وصافي سهله مهله، وكتجي غزاله بزاف. المذاق ديالها كيجي مزيون بزاف. كنطحنوها مزيان كما كتشوفوا، كترجع بهذه الطريقه هذه. حتى هذه بيد عدلتها يعني في الصباح، وعملتها في هذه الجبانيه، وعملتها في النبيله، حتى قربوا يجيو صحابات بنتي. عادك مثلهم عادك عمرتها في ديك تورتيلا تشيبس. تقدر تعملها بحال الديب يعني، تاكل مع الخضره، ديك الخضره اللي كتجي بحال يعني كتقدر تاكلها خضره. انا عمرتها في هاد الدوامه، شريتهم يعني كيتباعوا هيدا، شريتهم في هاد تورتيلا البولز، وجاو بحال طبيصلات تيتوين. وتقدر تعملهم حتى في هاد الدوامه اذا بغيتهم، كيتباعوا بزاف الانواع تاع هادشي هذا. عملتها في الجبن الحلواني، وهادي نعمر بها ديك طبيصلات تيتوين كما كتشوفوا. يعني كتاكلو هيدا كيجيو ساهلين الماكله، خصوصا هيدا عيد ميلادات ولا شي حفلات، كيجي العواول خصوصا الدراري كيجيو ساهلين. وصافي كيما قلت لكم تقدر تعملها مع مثلا تعملها في شي بول، تعمل معاها مثلا الجزر وسالري، او لا مثلا كيوكمبا خاص خيار، ديك الخضر اللي كتكون ما كتحتاجش طيب. ويعني العول تقدر ياكلوها هيدا، كيعملوا يديو شتيتو من هاد الصوص هادي وياكلوا الخضر، حتى هي كتجي مزيونه. كيف عاملين مع الحراره؟ حنايا لندن جاتنا الحراره بزاف 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 هاد الايامات هادي، صافي خلاص انا ما كنحتملش الحراره في الحقيقه، والله الا ما كنحتملش الحراره. كتبقى تسجل الحراره كتوصل ديك العشرينات، صافي كنبقى انا كيعجبني تبارد حسن. دابا غادي نكوز نعاود معكم هاد الساندويتشات، هادو ساهلين. عندي هنايا الخبز توست عادي، قطعته زودتو ديك الحاشيه وقطعته على اربعه، وهنايا الجبن د الساندويتشات اللي كنعملو هاد النوع هذا، حتى هو قطعته على حسب قياس الخبيزات ديالي، حتى هو قطعته على اربعه. وهادي عندي هنايا مورتاديلا، وهنايا عندي الزيتون الابيض، وهاد العويدات هادو اللي غنشبر بيهم. سهله الطريقه هذه، عاوتاني تكتات هاد الساندويتشات هادو حسب الحفلات وداكشي كيجيو مزيونين. كنعملو الحبه د الخبز، وكنعملو فوق من هذيك الجبنه ومورتادينا، وهادي نعمل واحد جوج زيتونات في هاد العواد الماكله، وهادي
غادي نسكيها في الوسط صافي. ساهلي مرة كما قلت لكم هيدا على حسب الأطفال كيجيو مزيونين وسهلين في نفس الوقت. الحجم ديال الخبز اللي هتعمل قطع نيت الحجم اللي هتعمل قطعو نيت الحجم ديال الجبن، يعني الخبز عملنا فوق الجبنة وقطع نفس الحجم. وصافي هذه سهلة مهلا صافي. صافي هذه بعض الأفكار وصافي شاركتها معكم. كما كتشوفوا هادو مكرون هادو شريتهم في الحقيقة ما عدلتهم شي، وهذه الجبن اللي عدلنا، هادو كوكيز تشوفوا كيفاش كيجيو مزيونين بزاف كيجيو، هادو مافينز د نوتيلا سبق لي عدلتو معكم، انا خلي لكم الرابط ديالهم ان شاء الله. وهاد هادو ماكنون اللي كنت سبقتي عدلتهم تا هما في العيد. الطرطة ان شاء الله تنبعدو نشاركها معكم تنغدى. وهاد الحلوى هادي طيا سبق لي شاركتها معكم، وهادي هي ديك الخبيزات الساندويتشات. وصافي كيما قلت لكم الطرطه ان شاء الله الفيديو اللي ما جيت نشارك معكم حيت ما بغيتش نطول عليكم بزاف، الفيديو ما يجيش طويل بزاف. والحاجات اللي سبق لي شاركتو معكم انا غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالهم في صندوق الوصف، وتا ديك كلاص د قناه اختي هاجر غنخلي لكم الوصف ديالها حتى هي في صندوق الوصف. وصافي هذا هو فيديو اليوم. شكرا بزاف على المتابعه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون دائما في حسن الظن ديالكم. شكرا بزاف على التشجيع ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي باي.